How to interpret EBG. اتكلمنا ازاي نتعرف على Simple Acid Base Disorders وازاي نحسب الـ Compensation ونتعرف على الـ Mixed Disorder. هنتكلم عن الـ Anion Cap. هنعرف ايه هي الـ Anion Cap وازاي نحسبها وامتى نستخدمها وايه الهدف من حسابها وهنبتدي مثال على كده. اول حاجة ايه هي الـ Anion Cap؟ زي ما قلنا ان الـ Body is neutral. الـ Positive Charge equal to الـ Negative Charge. البوزيتيف تشارج هي القاتاينز والنيجاتيف تشارج هي الأنايونز. القاتاينز ديت بتتكون من ايه؟ صوديوم مينلي وبعض الان ميجرد قاتاينز. ديت قاتاينز مش بنقيسها بصورة دورية زي الكالسيوم والمغنيسيوم وبعض البروتينز اللي بتحمل لي البوزيتيف تشارج والبوتاسيوم بنضيفه معاهم لان نسبته قليلة من 3.5 لـ5. والأنايونز بيمثلها الكلورايد والبيكارب والانميجرد اناينز زي الالبومين. مهم نفتكره هنقول بعد كده ليه. الفوسفيت والصلفيت وبعض البروتينز اللي بتحمل نيجاتيف تشارج. الفكره كلها ان الانميجرد اناينز اكبر من الانميجرد كاتاينز. الفرق ما بينهم هو دوت الاناين جاب. هنحسبه ازاي؟ يبقى هنروح للانميجرد اناين ناقص الانميجرد كاتاينز، بس هي انميجرد. يبقى ان احنا نطرح الصوديوم من جمع الكلورايد زائد البايكارب. لو عوضنا هتطلع 12. النورمال بتاع الانين جاب من 8 لـ12 كرينج. طيب كده عرفنا ايه هي الانين جاب وعرفنا ازاي نحسبها. امتى بنحسبها؟ بنحسبها في حالات الميتابوليك اسيدوسس، يا اما حسبنا في الاول لقينا فيه ميتابوليك اسيدوسس او حسبنا الكومبنسيشن لقينا فيه ميتابوليك اسيدوسس. عشان نفرق ما بين ان نورمال انين جاب ميتابوليك اسيدوزس وليفيتد انين جاب ميتابوليك اسيدوز، لان في عندنا ديزيز بتعمل لي نورمال انين جاب ميتابوليك اسيدوزس وديزيز بتعمل لي هاي انين جاب ميتابوليك اسيدوزس. فبن هي دايره البحث عن الديزيز او الديفرنشال دايجنوزس اللي عندنا، فبنقدر نوصل للديفينيتيف دايجنوزس وندي الاكوريت تريتمنت. ازاي بيحصل لي هاي انين جاب وازاي بيحصل نورمال انين جاب؟ الهاي انين جاب بيحصل لي اديشن لباثولوجيكال اسيد زي في حالات اللاكتيك اسيدوس. اللاكتيك اسيد بيتكون لي من لاكتيت وهيدروجين. الهيدروجين هيمزي دوت هيتحد لي مع البايكارب، فبالتالي البايكارب هيقل واللاكتيت اللي هو الانين هيضاف على الانميجرد انينز اللي هو منه الانين جاب، فبالتالي الانين جاب ديت هتزيد. لو عوضنا في المعادله الانين جاب بتساوي صوديوم ناقص كلورايد زائد البايكارب. البايكارب قلت، وبالتالي لما نيجي مجموعه مع الكلورايد هيقل، فلما نطرحهم الصوديوم هتكون الانين جاب زاد. انما النورمال انين جاب حصل لي لوس اوف البايكارب، ما حصليش اديشن لاي حاجه في الجزء بتاع الانين جاب الانميجرد انين. البايكارب بس هو اللي قل. الجسم هيحافظ على النيوتراليتي بتاعته يزيد ازاي؟ ان هو يزود لي الكلورايد عشان يحافظ لي على نسبه النيجاتيف تشارج، ما يبقاش البوزيتيف اكتر من النيجاتيف. فلما نسبه النقص اللي في البايكارب هتعوضه الزياده اللي في الكلورايد، وبالتالي الانين جاب هتفضل زي ما هي. حتى لو عوضنا في المعادله النقص في البيكارب هو بيقابله زيادة في الكلورايد، يبقى هيبقى مجموعهم هيفضل ثابت، وبالتالي الانين جاب هتفضل زي ما هي. بيبقى بنسميها نورمال انين جاب بيكون معاها هايبر كلورين. طيب ندي مثال على كده. عندنا بي اتش 7.32، سي او 2.28، بيكارب 14. يبقى احنا عندنا كده بي اتش قلت تبقى اسيدوزس. السي او 2 والبي اتش في نفس الاتجاه يبقى مفيش مشكله. البايوكارب والبي اتش في نفس الاتجاه ميتابوليك ايكوال، يبقى ديت ميتابوليك اسيدوس. هنحسب تاني حاجه الكومبنسيشن زي ما اتعلمنا. هنحط المعادله هنعوض في البايوكارب هيطلع الاكسبكتد سي او 2 29، يبقى الاكسبكتد قريب من الميجر، يبقى في اديكوت كومبنسيشن، يبقى ما عندناش مشكله ريسبيرج. دي ميتابوليك اسيدوزس. يبقى هنحسب الانين جاب، هنعوض الصوديوم بلس الكلورايد زائد البايكار هيطلع لي 10. النورمال انين جاب من 8 لـ12، يبقى ديت نورمال انين جاب. ونفتكر هنا ان الالبوم من 4 نورمال، هنقول ليه بعد كده. يبقى هندور في الاسباب اللي هي فيها نورمال انين جاب.
ونوصل لـ definitive diagnosis وندي adequate treatment اللي هو الهدف الأساسي من إن إحنا أصلا بنعمل ABG وبنكشف على patient وبنعمل كل ده.